بيك مش اهلا وسهلا مرحبا لاباس الحمد لله قدم لنا روحه محمد المفليش احنا اليوم باش نحكيو على المساعدات الاجتماعيه الموجهه للعائلات المعوزه كيفاش ترى انت المنحه هذه معناها قادره على تغطيه كامل نفقات العائله والا لا لا بالنسبه لهذه 200 دينار اللي عاملينهم عملتها الدوله للناس الكبار معناتها في السن وناس مرضى وناس واحد هذه 200 دينار ما تعمل حتى شيء هي ال 200 دينار ماهيش مخصصه للسيد اللي عطوه المنع في مسكين تلقاها مثلا يصرف على ولده يصرف على بنته وزيد على الغالي هذا 200 دينار بربي نتاع شنو تدخل المارشي معناتها باش تخلي اقل حاجه تخلي 40 و50 دينار بلاش الحم معناتها وال 200 دينار بالله هذوما اللي عاملينها ونهار كامل هاو صبينا هاو اعطينا هاو عملنا ال 200 دينار عمرها ما تكون معناتها تعيش حتى مش راجل واحد وحده اغلب الناس معناتها الناس هذوما تصرف على اولادها من 200 دينار بالغلاء الموجود توا ال 200 دينار عباره فهمني ولا مديته في شهر 20,000 معناتها حشوميه معناتها دوله كامله فهمتني ولا ولما لا معناتها ما توصلش ال 500 دينار معناتها على الاقل معناتها ما نقولوش تكتفي بالحاجه على الاقل تعدي له 10 15 يوم باش يصرف بهم على حسب الغلاء الموجود في تونس. قلت 500 دينار حتى 500 دينار قادره على ان تكفي عائله؟ بالنسبه ل 500 دينار نحن ماهيش قادره ولكن على الاقل دوله ساهمت معناتها باش تعطي الانسان ما عندوش على الاقل ما قلناش انت باش تعمل له شهريه هاوك تعطيه مثلا 500 عباره معناتها انتريتي ضعيف ما خلاه لها رجلها ولا هي معناتها جاتها انتريتي ضعيف 500 ما تعمل حتى شيء صحيح اما 500 على الاقل خير من 200 دينار انت كي تقول 200 دينار حتى كي تخرج مثلا تخرج القهوه ولا في الصيف هذا باش تمشي حتى في الترام باش تمشي للبحر ما يهزوكش مرتين معناتها للبحر معناتها اذا كانت يستغفلوا في العباد 200 دينار تجي تحكي عليهم معناتها ما تعمل شيء بالحق تدخل المرشي توا الفلفل بالفين وبالاخر ب 3000 والاخر ب 4000 والاخر والغله كلها تلفت يمين يسار تلقى الانواع نتاع الغله كل ب 5000 هل هو معناتها مش باش يعيش معناتها بكرامته مش باش ياكل غله مش بشكل هي 200 دينار ما تعملوش حتى عجه على طول 30 يوم وزيد يصرف على اولاده انا اغلب الناس والله قسما بالله نعرف باغلب العباد اللي استناه في نهار 17 هي ما صبوا لهم نهار 17 نهار 17 صبوا لهم والله قسما بالله باش يمد لولده ولا البنت ولا اللي تلقاها ساعات تلقاها معناتها راجلها ما يخدمش او راجلها عندهم ظروف خاصه او معناتها شهريتهم ضعيفه باش يعاون بها ال 200 دينار والكبار ماك تعرفهم ديما يستحفظوا ساكي تمد 20 دينار معناتها الولده عباره مدت له معناتها زوز ملاي معناتها ديما و200 دينار خاصه تو في الغلاء هذا وزيد مع معناتها دخول العيد للعيد ما يزيد تبلاي ما شنو قداش تجيبوا لها الحم انت نحكيو بخلاف المنحة معناها الشهرية هذيك نتاع 200 دينار نحكيو على المنحة نتاع الأعياد والمناسبات اللي هو فما في المنحة نتاع شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى معناها والله المنحة هذوما مثلا المنحة نتاع عيد الأضحى 60 دينار والله المنحة هذوما كيما نحكيوش عليهم والله خير علاش خيتي بربي يا اخي توا تعطيه 60 دينار في منحة العيد هل هي شنو تجيب؟ ما نقولوش باش تشري علوش باش تشري كيلو لحم كيلو لحم ب 40,000 وتزيد باش تاخذ ما لازم معناتها الحكايات نتاع باش تشوي وباش تعمل هي 60 دينار تجيب لك شوايه وتجيب لك طرف فحم وتوقع تستنى في اللحم لين باش يجي معناتها 60 دينار نتاع شنو؟ معناتها هل هذا يعقل معناتها بالله 60 دينار ليها عام ولا عامين هما يكرروا فيها وكانت 40 ولا 60 ولا قداش ونفس الشيء معناتها ديما يعطيوا فيها طريقة تنجم تقول مهينة معناتها طريقة مهينة مهينة شنو هي واحد تمد له 60 دينار تقول له باش تعيد بهم انت
تعتبرها إهانة؟ هي بطبيعة الحال إهانة، 60 دينار تمدها الواحد كبير، تقول له شد برا مشي يشري اللحم وشري وشري باش تعيد بها، نتاع شنو؟ هل هي تفطر؟ هي ما تعديلوش حتى النهار نتاع نص النهار نتاع العيد. نتاع الذبيح هذايا 60 دينار تعطيهم للذبيح وتستنى العلوش. يعني هي واحد من الناس يعطوني 60 دينار نعطيهم للذبيح ونستنى، يدخل ايش باش نذبح نقول له يا خويا اعطوني حق الذبيح هكا ما اعطونيش حق العلوش. انت تتمتع بالمنحه هذه ولا لا؟ لا الحمد لله والله ما نتمتعش، انا معناتها فما ناس حق اكثر مني نخدم و مانيش معناتها عندي شهريه كبيره، ما عندي شهريه نتاع اللي ما نخلط زاد كيف كيف معناتها نفس الحكايه. اما مش معناتها باللي فما ناس حق اكثر مني معناتها، اما نشوف الناس هذوما اللي تاخذ فيهم راهي كارثه، راهي تجي تعطي 60 دينار بربي نتاع شنو؟ نتاع شنو؟ تاكل العلوش ب 40 دينار، 40 دينار تزيد يعطيك فيهم عظم وزيد يعطيك معناتها تجي تحوصل فيها ما تلقاش اللحم 700 جرام. معناتها تحسها معناتها عباره اهانه معناتها، شنو الدرجه هذه معناتها؟ على الاقل اعطيه حاجه باهيه معناتها، على الاقل ما نقولوش نحن نعطيه علوش ولا شطر علوش مسوم شطر علوش، ما اعطيه حاجه اللي على الاقل هاكا عاونته مش شريته علوش. هو 60 دينار، 60 دينار تتصرف قبل مش ما يجي العيد، قبل نهارين ثلاثة ايام تاع العيد تلقاها مشيت على روح اللي باش يعيد بها معناتها مش معقوله. هذا هي المشكل معناتها. القفه اللي يعطيوها زاده في رمضان، في رمضان شنو هي القفة؟ القفة معناتها تلقاها ما تعملش حتى 30 دينار معناتها، حكة طماطم وزوز وثلاثة مقرونة وكيلو كسكسي وسكر وشوية منا وشوية منا معناتها عبارة فهمتني ولا قضية نتاع نهارين ولا ثلاثة أيام، وشنو هي حكاية كبيرة هي هذه. يعني أنت تعتبر المبلغ البسيط هذا هو إهانة؟ بطبيعة الحال هذا مبلغ، هو ما نحكي ما نقولوش عليه حتى مبلغ، نقولوا ما 60 دينار بدون ما نقولوا مبلغ، خاطر كي تقول مبلغ يجي وراه برشا صفريات المبلغ، 600 دينار 800 دينار هذا تقول عليه مبلغ، اما 60 دينار باش تقول مبلغ؟ تقول 60 دينار ما غير ما تقول مبلغ، خاطر اذا كانت تقول مبلغ معناتها انا ننتظر باش تقول 1000 دينار ولا 900 دينار ولا 1200 دينار، هذا هو المشكل. باش خلي لك كلمة الأخيرة، شنو هي تحب تقول ككلمة لوزارة الشؤون الاجتماعية مثلا؟ والله اش باش نقول لها وزارة الشؤون الاجتماعية؟ نقول لها فما ناس اللي بكرهابها وناس لاباس عليها وقاعدة تاخذ فيها، نقول للناس المسؤولين، ونقول برشا ناس اللي تستحق ويعلم بها ربي مش قاعدة تاخذ فيها، ولو هي 200 دينار ما تعمل شيء، على الأقل 200 دينار كي تعطيها الانسان يستحق على الاقل، على الاقل حاجه باهيه. والله فما ناس عندها كراب وناس تخدم وناس لاباس عليها تاخذ فيها ال 200 دينار، معناتها حشوميه معناتها في هالبلاد هذه.